هات لي خل اللي هو النظيف الابيض مش الاصفر، وخد لي منه يعني عايز اقول زي غطا كبير، وخليهم في بقك 5 دقايق وشخشخ. هيحصل انقباض عندك، حرقان لو في التهابات لثه او جيب صديه شديده، تحمل 3 4 دقايق. هيبتدي لون اللثه الدموي يا استاذه ايمان اللي بيحصل لك ده، وانك تجد نفسك عمال اللثه حرقان شديد، اتحمل 3 4 دقايق بس. زي مضمضه يا دكتور؟ برافو عليك، هتمضمض بيها غير المضمضه العاديه. هتبقى اول حاجه اللعاب وسط قلوي عالي جدا زي ما احنا عارفين حمضي، وبالتالي بيعمل انسحاب لبقايا الدم اللي موجوده في اللثه. الحاجه الثانيه بينظف الجيوب الصدديه لان البكتيريا ما تقدرش تعيش في الوسط الحمضي العالي ده. الحاجه الثالثه بيطهر الفم تماما، بعد كده بغسل سناني. ثق تماما بالطريقه دي، عمرك ما هتتعرض لجيوب صدديه ولا الروائح الكريهه، وبالتالي هتقضي فتره الصيام، مش هيحصل اندماج ما بين الصيام وما بين الباد اودر اللي هي بقايا الطعام والانسان اللي هو. والحاجات دي مش تاخد منه وقت يا دكتور؟ لا لا لا، وقت بسيط جدا. طبعا ما تستعجلوش، يعني ناس بتبقى خايفه من وقت ما بين الفطار والسحور. نعم. يعني مش هتلحق تاكل ولا هتلحق تهتم باسنانها ولا هتصلي. هو بتحاول تدور على الحاجات الاسهل الاسهل ان شاء الله. دي نصايح مهمه جدا يا دكتور قدمتها لنا.